كالعادة هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت كمان امبارح. أولها طبعا وأهمها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية. أيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شاهد مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم لبدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأخبار ثانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، وعبر سيادته عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات اللي بتتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وقال رئيس الوزراء إنه فيه اهتمام كبير لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية خاصة في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إنه في متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنواع السلع، وده بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة في محاولة من الحكومة للتخفيف قدر الإمكان من التداعيات السلبية للأزمات العالمية اللي بنشهدها مع العالم في الفترة الحالية. امبارح برضه عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه خطة تطوير جزيرة الوراق، وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لتطوير الجزيرة بما يستهدف تعزيز الميزة النسبية والقيمة الاقتصادية لهذا الموقع المتميز وتحسين ظروف الحياة لقاطني الجزيرة. كمان وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات للمستحقين وسرعة تأسيس الوحدات البديلة اللي تولت وزارة الإسكان تنفيذها بما يضمن انتقال المستحقين ليها في أقرب وقت. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي انه تم تشكيل لجنه عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الاول من عام 2023، واكد ان المستثمر اللي بيرغب في الحصول على الرخصه الذهبيه هيتقدم مباشره لمجلس الوزراء لاختصار المسافه والاجراءات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2023، وده كان من خلال وقائع المؤتمر الصحفي اللي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، واللي أشار فيه لقبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية واللي هيتم استقبالهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022. البنك المركزي المصري طلع بيان في منتهى الأهمية أكد فيه أنه بيكفل سرية خزائن وودائع العملاء لدى البنوك المصرية، وما بيسمحش لأي جهة بالاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديع. البيان ده صدر لتوضيح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية. البنك المركزي قال أنه مشروع القانون لا يمس سرية الحسابات المصرفية وأنه بيتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وده بيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية اللي بتلتزم بيها كل الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، واللي تأسس من قبل مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت ليه مصر في عام 2016. يعني صحيح زي ما أنت قلت شاذلي، الحقيقة ده مشروع قانون مرتبط باتفاقية دولية بيشارك فيها كل الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية، ده بيضم أكثر من 160 دولة أبرزهم دول مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي. مصر انضمت لهذه الاتفاقية سنة 2016، يعني ده قانون يخص تبادل المعلومات مع سلطات الضرائب الأجنبية بعيدا كل البعد عن التعامل المحلي تماما، لأنه قانون البنك المركزي بيكفل بشكل كامل سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم في كل البنوك المصرية.
طيب هنروح مع حضراتكم لجولة المحافظات في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، واللي منها الإعلان عن تشغيل مصنع إنتاج الغازات في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد قريبا، بالإضافة لتغيير 35 ألف عداد مية معطل على مستوى محافظة أسيوط، وتحليق 28 رحلة بالون طائر على متنها 560 سائح في الأقصر، وأخبار تانية من محافظات أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، منها تأكيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنه هيتم تشغيل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد قريباً بعد انتهاء الأعمال الإنشائية داخل المصنع. فأسيوط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إنه تم تغيير 35 ألف عداد معطل لتحقيق المصداقية بين كمية المياه المستهلكة والمحاسب عليها، واستحداث أنظمة SAP لربط منظومة العمل ورفع مؤشرات الأداء الخدمي للمواطنين. في الدقهلية أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية هلا مركز ميت غمر، ومن خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 2140 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في دمياط تم إقامة حفل لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة التميز الأخلاقي اللي تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي. في الشرقية تم افتتاح فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط العام 2022-2023، وده في بركة النصر بمركز ومدينة الحسينية، واللي بتستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا. في البحر الأحمر أطلق اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب إشارة بدء تشغيل خلايا الطاقة الشمسية المغذية لضخ المياه من الآبار للمزارع بقرية وادي. في سيناء شهدت مدينة نخل للأسبوع الثالث تواصل أعمال تدريب 20 سيدة على إنتاج الكليم اليدوي، وده أول مشروع من نوعه يتم تنفيذه في مدينة نخل من خلال مؤسسات أهلية تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء. في الأقصر شهد مطار البالون الطائر غرب المحافظة عودة حركة البالون بعد توقفها لسوء حالة الطقس، وإمبارح حلقت 28 رحلة على متنها حوالي 560 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتي نهر النيل. في الفيوم قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة المياه بالمحافظة إن الشركة قامت بمعاينة 570 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمنازلهم، وده بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.